خلال الأيام الماضية أكثر لجنة في مجلس الأمة أثارت جدل هي لجنة الظواهر السلبية، وسبب هذه الضجة أنها تسعى لتقييد الحريات كما يقول البعض ويدعي ويتخوف منها، وفي نفس الوقت أصحابها يؤكدون أنهم يسعون من خلال هذه اللجنة لنشر الفضيلة ومحاربة الظواهر اللي تتعارض وتتنافى مع الشريعة الإسلامية ومع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي. في هذه الفقرة راح نناقش بكل موضوعية إن شاء الله، ونتباين وجهات النظر بين الطرفين المؤيد والمعارض بهذا الموضوع، ونتعرف على وجهات النظر المختلفة وليش الناس وليش هذه الضجة حول هذه اللجنة، علما بأن هذه اللجنة موجودة من فترة طويلة وعندها ولديها ما لديها من قرارات ومن تشريعات وطبقت على أرض الواقع. نرحب بضيوفنا الكرام، بداية نرحب بالدكتور وليد الطبطباي عضو لجنة الظواهر السلبية. مساء الخير دكتور وليد، حياك الله أبو سعد. الله حيك، شكرا أبو تركي. أهلا وسهلا، حيك وحي السادة المشاهدين وحي ضيفي ضيفك الدكتور خليل. أهلا وسهلا، وأيضا نرحب بالدكتور وعضو مجلس الأمة الدكتور النائب خليل أبو. مساء الخير دكتور خليل، حياك الله أبو عبد الله. تحياتي للدكتور وليد الطبطباي وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيكم. إذا قبل أن ننطلق بهذا الحوار نشاهد معاكم هذا التقرير، نرجع لكم إن شاء الله. يعني أنا ماني فاهمة إيش قصة لجنة الظواهر سلبية. عندنا مخدرات قاعد تناقشها لجنة الصحية، عندنا قضايا تخص شبابنا في أمنهم في سلامتهم موجودة، عندنا الأسر والتربية اللي قائمين عليها. عسى بوقف على لجنة الظواهر السلبية وشيرة كريسمس بلاستيك في جمعية هذه ظواهر سلبية، ولا ليش هالنادي الصحي مختلط، ولا ليش ليه وين هذا التعتيم على الحريات؟ وجود ظواهر سلبية في المجتمع أمر معروف، الكل يتحدث عنه، الحكومة والمجتمع والجميع يتحدث عنه، وجوب معالجته ووجود لجنة مختصة أيضا أمر مطلوب. مجلس الأمة المفروض ما يكون بمنأى عن هذا الأمر، والسوابق كان في تعاون كبير مع الحكومة في القضاء على بعض هذه الظواهر. احنا مو بس شغل مجلس رواتب وزيادة بنزين واسكان، لا، حتى تعزيز القيم من وظائف المجلس التي يجب ان يهتم فيها. من اهداف واغراض نبيلة لانشاء هذه اللجنة، الا ان من الواضح تاريخيا ان الهدف من انشائها هو الانقضاض على الحريات الدستورية للمجتمع الكويتي. لكن موضوع الحريات أنا ما أدري، هل عبدة الشيطان من الحريات؟ هل الجنس الثالث وما شابه ذلك من الحريات اللي يطالب فيها الأخوة؟ يعني الظواهر السلبية ما هي متعلقة بس بالجنس وغيره، تعالوا شوفوا المخدرات اللي موجودة بالكويت، أرقام رهيبة. أكبر دولة يدش فيها مخدرات وتوابعها هي الكويت. الكويت صارت مركز لإعادة التوزيع. فأنا أعتقد يعني أن تكون عندنا لجنة مثل هذه ما فيها، يعني ما فيها ضرر، بالعكس راح تساند وزارة الداخلية أو تساند أي وزارات أخرى. موضوع المخدرات ما هي ظاهرة سلبية، هذا غزو قاعدين من خارج، يعني أكبر من ظاهرة، بس مسألة أن نشكل لجنة حق كل ما شافوا أهمة باعتقادهم ظاهرة سلبية، هذا أمر غير مقبول بعد سيد الرئيس، ولا أعتقد دستوري، وإن كان موجود في المجالس السابقة لا يعني بها صحيته. مسألة تحديد شنو الظواهر، أصلاً كل لجنة ما تقدر تمارس عمل إلا تأخذ تكليف من المجلس، بمعنى اللجنة تقرر نقاش قضية معينة، تدز طلب من المجلس تطلب تفويض. فوجود هذه اللجنة ليس إعطاء ضوء أخضر لنقاش أي قضية تراها، وإنما ترجع للمجلس وتناقش، وإذا وافق المجلس تبدأ بإجراءاتها بعد. ومن يكون اليوم مع لجنة الظواهر فإنه يدافع عن أبنائنا ويحمي أبنائنا من الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي. هذه لجنة لحماية المجتمع الكويتي من أي ظاهرة دخيلة. قد يكون اسم اللجنة سلبي، لذلك إذا كان في شيء أنا أدعو الأخوان، اسم لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي أعتقد خطأ، صدقا أعتقد يجب أن نقول لجنة تعزيز القيم في المجتمع الكويتي، أمثل وأفضل وأحسن. خلونا نكون إيجابيين، ليش نتكلم على الحريات وغيرها وأنها تكون مخالفة لمواد الدستور؟ ليش ما نفكر أن هناك الكثير من الأمور السلبية
اللي أصبحت تهدد المجتمع الكويتي. شو اللي يخوف الإخوان من هاللجنة؟ مع أن أحمد نبيل فضل أنا بالمجلس اللي طاف كنت رئيس اللجنة، كان والده رحمة الله عليه كان وياي باللجنة، عبد الحميد دشتي كان وياي باللجنة، كنا مجموعة مشت اللجنة ولا كان فيها أي خلل. وبعدين هذه موجودة هيئة بجميع دول الخليج. إذن مشاهدين يمكن المتابع للحلقة تعرف على الموضوع اللي راح نتناقش عنه، لكن بداية سيكون سؤالي إلى أبو مساعد. أبو مساعد، اليوم هددت وزير الإعلام وزير الشباب بأن هناك استجواب من قبلك، وخلال 24 ساعة لم يقدم استقالته ستقدم الاستجواب. فقبل أن ندخل بمحور لجنة الطوارئ السلبية وهذا الموضوع، في هذا الموضوع تحديدا، علما بأن هناك استجواب مقدم من النائب الحميد السبيعي ومن النائب عبد الوهاب البابطين، فيا ترى هل هذا من أولوياتك أيضا الملف الرياضي، أم شنو سبب دخولك في هذا الأمر؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر الترحيب فيك وزميلنا النائب دكتور عبد الله الخليل عبد الله أظن. اليوم احنا طبعا هالكلام بالجلسة الرياضة، في جلسة الرياضة أنا قلت للوزير إذا أنت فشلت في ملف رفع الإيقاف عليك تستقيل، يعني أنت وزير الشباب الرياضة، الرياضة موقوفة في الكويت، اللي قاعد نلعبها في الكويت هي لعب حواري، ممنوع أي فريق يلعب بالخارج، أي حكم يشارك بأي إدارة أي مباراة، جيل كامل ويت فرصة ندخل قرعة القرعة بس اللي هي كأس آسيا، وقلنا حق الوزير لازم تسعى لرفع الإيقاف والدخول في القرعة، وفاتت الفرصة للأسف. اليوم دخلت مكاو، مكاو اللي ولا شيء بخريطة الكرة، دخلت مكان الكويت. هذا الفشل يتحمل الوزير، إذا الوزير متربع على عرش الوزارة مهمة قطاع رياضة ينهار ما يبي يستقيل، لا نقيلة عن طريق الاستجواب، وأنا أعلنت هالكلام، قلت له ثاني يوم إذا ما استقلت اليوم اللي وراه أنا أقدم استجواب. يعني متى استجوابك؟ هل حددت بتاريخ؟ المهلة تنتهي لباكر، مهلة الوزير إن اليوم من الخميس، يعني معطيته فرصة ممكن الخميس آخر خميس أو أول لحد إن شاء الله راح تقدم استجواب إن شاء الله، ومعي الأخ عبد الوهاب الهارون والحميد السبيعي. عبد الوهاب البابطين، عبد الوهاب البابطين عفوا والسبيعي، هم اللي أعلنوا انضمامهم أو أعلنوا أنهم هم أعلنوا أن في استجواب، هل أنت معاهم ولا هم اللي معاك أم استجواب مختلف؟ هم نسقت، أنا عند قبلهم. أنت قبلهم؟ إي وأكدت عليه مرتين، لكن هم يعني حبوا يعني يستجوبوا، وجدوا أن الطريق مسدود سوى المساءلة، فالهدف واحد إن شاء الله. أبو عبد الله، هذا الموضوع إذا عندك تعليق عليه أو عندك توضيح في هذا الأمر، تتفق مع الجماعة تختلف؟ أبدا، أنا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أكد حق النائب في تقديم الاستجواب، وأكد أن الدستور أعطى النائب هذا الحق بأن يقدم الاستجواب منفردا متى ما شاء ومتى ما رأى في ضرورة. الآن أتفق مع الاستجواب، أختلف مع الاستجواب هذا أمر آخر، نشوف داخل الفحوى والاستجواب من المسؤول، هل احنا نتحدث عن ايقاف رياضه او نتحدث عن الرياضه بنفسها؟ احنا عندنا رياضه ما عندنا رياضه؟ فعلا رياضتنا قاعد تحقق تطلعاتنا، قاعد تحقق اهدافنا؟ اعتقد اتمنى ان يكون صلب الاستجواب هذا الامر، اتمنى. لكن كخطوه في هذا الاتجاه، هل ترى بان خطوه سريعه؟ هو حق بالتاكيد، ما حد يفاصل عليه، لكن هل ترى فيها السرعه؟ هل ترى ان نعطي فرصه ام خلاص الموضوع؟ انا كنت اتمنى أنا اتمنى يعني كنت اتمنى ان نعطي فرصه. طبعا مره ثانيه، هذا مو معناه ان تقديم الاستجواب خطا، لا بالله، انا اعتقد انه حق وكامل، لكن احنا عندنا لجنه شؤون الشباب والرياضه في مجلس الامه، نعتقد ان هناك مشروع قانون مقدم من الحكومه جدير بان احنا نهتم فيه ونثبته ونركزه ونصلحه، يحتاج الى تعديل كثير، ونقدمه ذاك الوقت ونشوف اذا راي الحكومه شنو في هذا الموضوع. يعني اذا راح الوزير واتى وزير جديد على افتراض، شنو الحلول البديله المطروحه؟ ايش راح نسوي زايد؟ هل راح نحقق نتيجه في هذا الامر؟ كون هذا الوزير ايضا هو ملم بهذا الملف بشكل كبير، يفترض فممكن الانجاز يفترض في المرحله القادمه. اذا ترجع الى كل شخص وحق الدستور في هذا الجانب. نتكلم عن موضوعنا ابو مساعد، وهو موضوع لجنه الظواهر السلبيه، سبب اعتراض وليد الطبطبائي على ترأس صفاء الهاشم الى هذه اللجنه وهي لجنه الظواهر السلبيه من اول جلسه.
بس قصدك اول جلسه يعني ترأست اللجنة؟ طبعا يعني توزيع المناصب، في حل توزيع المناصب يعني، يعني قد تكون هي النائب الفاضل فاضلة صباح صفاء الهاشم كما شاهدنا بالفيديو بتاعنا من الشخصيات اللي اعترضت على يعني انشاء اللجنة. نعم. لأسباب ابدوها يعني اعتراض، فاستغربنا بعد ما اقرت اللجنة ان صار في ترشيح فيها، وهذا ايضا حق لكل نائب. فالمفروض يعني في مثل هاللجان صاحب الخبرة فيها المهتم أكثر هو اللي يعني يترأس. أما إذا كنت تقصد بالحادثة اللي صارت في توزيع المناصب بهذه اللجنة، نعم، ترأست النائب صفاء الهاشم الجلسة وكان هناك اعتراض من قبلكم. لا، هي ما يحق لها تترأس لأنها بحيث السن أقل من هذا. هل حضرتك كنت موجود أنت باللجنة؟ أنا دخلت اللجنة ولا قاعد النائب صفاء الهاشم والنائب خالد الشطي جالسين. قبل ما اقعد اول ما دشيت قالوا لي ترى اللجنه الاجتماع ملغي، هم قالوا لي ملغي. دقيت تليفون على الاخوه اللي ما حضروا فقالوا لي فعلا ملغي، احنا ملغين الرئيس من امس. كملت ما لم يستفتح الاجتماع ولم يفتح اي بند ولا شيء. ف شو الاسباب الالغاء يعني ليش ملغي؟ الالغاء يعني كان سفر بعض اعضاء اللجنه وكان يبون الاجتماع يكون بكامل الحضور. طيب اذا الاجتماع ملغي ليش الاعتراض يعني على النائب صفاء الهاشم؟ يعني ما في رئيس ولا في شيء ولا في لجنه قائمه، ليش الاعتراض؟ لا يعني هو على فرض ان كان في نصاب بس ما استفتح الاجتماع وما تم الانتخاب. يعني على فرض ان افترضنا انه مو ملغي الاجتماع. الاجتماع لم يستفتح، لازم يستفتح من رئيس السن، لازم ندخل طيب. بندل يعني كلها فقد النصاب إن صح التعبير، قبل أن يكون هناك نصاب، قبل أن يكون هناك أي يعني طيب بند يستفتح. نعم دكتور خليل، في هذا الموضوع النائب خليل خالد الشطي والنائب صفاء الهاشم يعني قالوا بأن السبب في هذا الموضوع كله لأن الإخوان يعترضون أن تترأس المرأة هذه اللجنة، كنا مرأة هي ترأست هذه اللجنة، فكان هذا هو الاعتراض. هذا حسب ما صرح فيه النائب خالد الشطي والنائب صفاء الهاشم. تعليق حضرتك. أنا أعتقد التالي، أعتقد أن ما يحدد سلوكنا داخل اللجان داخل المجلس هو قانون اسمه لائحة مجلس الأمة، مو بكيفنا نتصرف، مو بكيفنا نقرر ونحدد منو يترأس اللجنة، منو ما يترأس اللجنة، متى تعقد اللجنة، متى لا تعقد. أكو لائحة تنظم هذا الأمر، نلتزم بهذه اللائحة. الآن يصير رئيس امرأة، يصير رئيس رجل، ما أعتقد له علاقة زايد كثر ما هو من يحق له ترأس هذه اللجنة في ذاك اليوم. وفقا للائحة يترأس اللجنة رئيس السن الأكبر النواب سنا في اللجنة. إذا ترى بأن لا يصح أن النائب صفاء الهاشم تترأس هذه اللجنة هذا وفق اللائحة. الآن اللي أنا أعرفه أن قيل لصفاء الهاشم النائب الفاضلة صفاء الهاشم أن هي رئيسة السن، قيل بلغوها، قيل لها على الكتاب اللي جايها. فبوجودها في اللجنة إذا كانت تظن هي رئيسة السن وهي مش رئيسة السن، أكو مشكلة هنا، أكو خلل لائحي. الآن بدخول النائب الثالث بمساعدة الدكتور وليد، من يدخل النائب داخل اللجنة ويعلن بأنه رئيس حضر ويثبت في مضبطة الجلسة أو اللجنة يصبح النصاب كامل. الحين اثنين غايبين شنو ما تكون ظروفهم أصبح النصاب كامل، أصبحت اللجنة كاملة. الآن من يترأس اللجنة في وجود الأخوة النواب؟ أعتقد الحين على كلام بومساعد يفترض هو من يرأس اللجنة، واعتقد هناك خلل لائحي. وانا اظن حسب ما اعرفه ان اللجنه ما اجتمعت، ما صار اجتماع خلاص، حتى لو صار الاجتماع بوجود النائب صفاء الهاشم وايضا النائب الفاضل خالد شطي وبوجود دكتور وليد الذي يترأس هو رئيس السن. اذا ما ترأس اللجنه الدكتور وليد الطبطبائي اصبح الاجتماع غير لائحي، غير لائحة. وفق اللائحة هذا وفق اللائحة. فهو بالتالي النتيجة سهلة، يعني نحن نلتزم اللائحة، شو تقول اللائحة نطبقها. جميل، إذا هذا الملف وهذه الصفحة أعتقد
تم التوضيح فيها من قبل الطرفين في هذا الجانب، وهناك لائحة يلتزم فيها الطرفين، وهناك كتاب بلغت فيه صفاء الهاشبنة هي رئيس السن وغيره، لكن يبدو أن فيه خلل باللائحة وتم توضيحها للطرفين إن شاء الله. الآن بعد الفاصل إن شاء الله، هل دخول النائب خالد الشطي والنائب صفاء الهاشم في هذه اللجنة هو اللي عرقلت مسيرة هذه اللجنة، علما بأن هناك تصريح مسبق بأنهم يمانعون وجود مثل هذه اللجنة، لجنة الظواهر السلبية، وعندما صوت مجلس الأمة على وجود هذه اللجنة طرحوا أنفسهم كأعضاء يترشحون ويكون أعضاء في هذه اللجنة، وفازوا بتصويت المجلس بيكون أعضاء هذه اللجنة. إذن هذه المفارقة ليش؟ بعد الفاصل. دكتور خليل أبو عبد الله، أن حسب كلام حضرتك في المجلس أن ما عندك مشكلة مع هذه اللجنة، لجنة الظواهر السلبية، دكتور خليل أبو ما عنده مشكلة فيها، لكن المشكلة في المسمى، إلى تتوضح هذا الموضوع للمشاهد. أنا أعتقد أن دائما لجاننا يجب أن تكون لجان إيجابية ما تكون سلبية، هذا واحد. رقم اثنين، أنا أول شيء لما نقول لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، ما هو ما هي الظاهرة؟ خلينا نعرف الظاهرة. في أحد يعرف تعريف الظاهرة؟ متى السلوك يعتبر ظاهرة؟ هذا واحد. رقم اثنين، ما هو السلوك الإيجابي وما هو السلوك السلبي؟ ومن يحدد ما هو الإيجابي والسلبي؟ هنا في مشكلة. لذلك أكو تلاقي نواب يعترضون بعدين يدشون حتى يوجه في هذا الاتجاه. هذا جانب. الجانب الثاني، أعتقد بأن بدل تسليط الضوء على الجانب السلبي علينا أن نعزز الجانب الإيجابي. هذا من هذا الأصل في المجتمع. قاعدة فقهية، وأعتقد أنا بعد لا يفتوى مالكم قاعد يطالعني الدكتور وليد قاعد يخزني إنما بعثت فيكم لأتمم مكارم الأخلاق. الأصل حديث نركز مكارم الأخلاق. هذه التأصيل. الآن السلوك السلبي اللي يطلع من المجتمع لأنه الأمور الإيجابية تنحسر ويطغى عليها، هي حيز الإيجابي ينحسر ويطغى السلبي. شلون نغطي أو نلغي السلبي؟ نقوم نعزز الإيجابي ونوسع ونكبره. هنا الانطلاقة اللي أنا انطلقت منها، أنا أركز عليها. لما تبدي تعلم ولدك شيء الغلط تقول له غلط مقارنة بماذا؟ بالصح. فتؤكد له الصح، ترسخ فيه الصح، ترسخ فيه القيم. اليوم شبابنا في المجتمع منفتحين على العالم ومنفتحين على مجتمع مفتوح. لذلك تجد الكثير منهم ضحية لهذه الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي من ناحية المخالفة للعادات والتقاليد وقبل الشريعة الإسلامية. يعرفون عادات وتقاليدنا؟ يعرفونها؟ احنا عارفين عاداتنا وتقاليدنا كل جيل، ونعرف السلوك السلبي فيها كل جيل وجيل. لذلك لما بحصن الواحد ابي احصنه، شو اسوي فيه؟ اعطيه اثبت فيه القيم الأصيلة تعزز الإيجابية، اعززها واتركه. إذن انشئ لجنة، طالب بلجنة ظواهر إيجابية. أنا شنو قلت؟ قلت نسميها لجنة تعزيز القيم في المجتمع الكويتي. تعزيز القيم، القيم ما نختلف عليها، القيم الأصيلة والسلوك السليم الصحيح ما نختلف عليه. لكن لما تيجي تقول لي والله هذا سلوك سلبي، واحد يقول لك هذا ما هو سلبي، بس لما تقول لي هذا الأصل، هذا سلوك، هذا الأصل الإيجابي، كلنا نتفق عليه. هذا كان، هذا انا دخلت من هذا. ولا تتفق ابو عبد الله على ان كان هناك فعلا ظاهره سلبيه تتفشى بالمجتمع، الا تتفق بان يجب ان نوقفها عند حدها ونقضي عليها؟ شلون ظاهره سلبيه تتفشى بالمجتمع من وجهه نظرك؟ يعني بعض القضايا اللي عالجوها، يعني مثلا خلنا ناخذ اللي اصدروا في قانون في عمليه اللبس الفاحش في حمامات السباحه مثلا المختلطه، ان ما يصير انت تلبسين هذا اللبس في الاماكن المختلطه وانت تمشين في اروقه الفنادق وان كذا وان كذا. هل انت تختلف مع هذا الموضوع؟ انا دائما انا اختلف في هالمساله مره ثانيه. اكو اماكن منعزله خاصه بالنساء، منعزله تكلم مختلطه، تحكي عن المختلطه، الظواهر السلبيه عالجت المختلطه. انا ماني معها الان. هل هو فعلا الظواهر السلبيه عالجتها؟ نعم اثرت في هذا. ابي اقول شيء يعني. ابي اقول شيء. مثال في جامعه الكويت اكو كود حق الطلبه، اكو طلبه، هل يحق للطالب ان يدخل بالشورت في القاعه او في الكليه؟ يصير؟ حتى بعض الوزارات منعت اصلا انك انت تدخل مراجعه رسميه. ما انا اقول لك اكو طلبه يدخلون في بعض الكليات في جامعه الكويت بالشورت، يكون لابس شورت طويل يعني نسبيا. ها الان شلون اقول له ممنوع الشورت؟ اقول له ممنوع الشورت؟ اكو دريس كود، اقول له يفترض اكو كذا اكو كذا اكو. اعطي الاصل، اعطي الكود الاصيل السليم الصحيح، وبالتالي اذا تجاوزته يعتبر هذا مخالف.
نتفق كلنا كل ما يتجاوز هذه الأصول تصبح مخالف. إذن حضرتك تفضل أن تغيير المسمى أفضل. مع تغيير المسمى وبالتالي لما تغير المسمى ما تنظر للجانب السلبي، تنظر للجانب الإيجابي، والسلبي نتركه، والسلبي تلقائيا راح يتعالج، يتعالج ويصبح ظاهر أنه سلبي، يصبح واضح أنه سلبي. أعتقد واضح وجهة النظر أبو مساعد، ورأيك في هذا الموضوع أنه يا أخي ليش أنتم تسمونها ظواهر سلبية وتركزون على السلبي؟ ما في وجهة نظر أقولك يا أخي ركز أنت على الإيجابي وعزز هذا الإيجابي، والسلبي من نفسه يا يتعالج يا يبقى شاذ بروحه، ما حد راح يلتفت له. ليش ما تغيرون دائما يعني وجود الشر في المجتمع هذا شيء موجود، حتى الدستور في الكويت لما قال يعتر على الدولة النش وتقيه الأهمال. فأنت اليوم اللجنة هي معالجة الإهمال أو الأخطار اللي تحدق في المجتمع. اليوم صار المجتمع مفتوح، صار تدخل عليك ظواهر جديدة، ظواهر سلبية سميناها دخيلة، احنا نصينا دخيلة أنها ما هي موجودة في المجتمع الكويتي، قاعد تدخل بسبب الإعلام، الانفتاح، السلوكيات، الانفتاح على الدول، التلفزيون، يعني ثقافات قاعد تدخل، وايد سلوكيات خطرة. فجت فكرة الاهتمام بهذا الجانب. أنت لما قلت تعزيز القيم هذا باب واسع، تعزيز القيم راح لكن أنت في القيم لا تعد ولا تحصى. ومساعدة بعد ما تقدر لكن تمنع، لكن الظواهر السلبية محدودة يجب أن تعالج. أنت ما تقدر تمنع هذا الانفتاح، ما تقدر تمنع هذا التدخل، ما تقدر تحط شرطي على رأس كل واحد عنده تليفون ويتابع من 5 سنوات اليوم 6 سنوات إلى ما شاء الله. لا أنت طبعا أكيد ما أنت كيف راح تسيطر؟ ليش ما تكون مثل ما تفضلنا تكون ظواهر إيجابية وتعزيزها؟ أنت تتكلم عن يعني ظواهر يعني مزعجة للمجتمع وللأسرة. يعني ما احنا يمكن ما ادري يمكن اكيد راح تسالنا شنو القضايا اللي ناقشتوها ولا هذا قادم في المرحله هذه. فالمقصود هو دراسه الظواهر، وللعلم ترى في لجنه كانت مشكله في مجلس الوزراء قبل استحداث اللجنه هذه، يعني اسمها لجنه دراسه الظواهر السلبيه الدخيله على المجتمع الكويتي مجلس الوزراء، يا خبراء في الاجتماع علم النفس وغيره، علم النفس كذا، وسووا دراسات ما هي الظواهر السلبيه الدخيله على المجتمع الكويتي، عدد الظواهر، قدموا حلول لعلاجها. وانا مسكت دراسه كبيره كانت يمكن فوق 1000 صفحة وشفتها يعني مهمه جدا، ليش ما يتم اهتمام فيها وتسليط الضوء عليها؟ وانا يمكن كوني نائب يعني سابق او مو سابق، نائب قديم صار لي 21 سنه، فاول 10 سنوات حسيت انه في ضعف او فقر او في حاجه في هذا الجانب في مجلس الامه، يهتم بقضيه الاسكان، الزراعه يعني على يعني قد انها بسيطه حاطين لها لجنه، الاسكان طبعا مهم لكن لجنه، مع ان في لجنه مختصه بالمرافق لكن اهتموا فيها. نعم. وهي قضايا يعني وضعت لها لجان، فهذه قضيه مهمه جدا. اذا ترى انت ما راح تغير الاسم، ما تتفق مع تغيير الاسم وان كانت تؤدي نفس اذا وسعتها تعزيز قيم تدخل تفاصيل كبيره وتضيع الهدف، هدفك السلبي. نعم. معالجه السلبي الدخيل. اذا راح ارجع لك على كانت السلبي الدخيل ايضا مطاطه، لكن راح ارجع لك على موضوع اللجنه لاعتراض على اللجنه ومن ثم اعضائهم باللجنه هذا. لكن دكتور خليل ابو عبد الله، يرى البعض بالمجلس الامه من الاعضاء من اللي استشفوه الناس بان التخوف ليس من اللجنه وانما التخوف هو من اعضاء اللجنه. شو رايك تعليقك؟ فلنفترض الان الحين اللجنه تنظر للمجتمع، ماذا اذا قررنا ان لجنه الظواهر السلبيه كانت لجنه اخرى اسمها لجنه القيم في المجلس؟ نفترض افتراض، من يحدد أنا عندي قيم أكثر من دكتور وليد أو دكتور وليد عنده قيم أكثر مني داخل المجلس؟ الآن من يحدد قيم المجتمع هذا خطأ هذا صح؟ أنا أحددها، دكتور وليد يحددها، المجتمع يحددها من خلال ممارساتكم. الآن ممارساتنا داخل اللجنة. نعم. يفترض أكو دراسة علمية واضحة، بعدين قضية أن مجلس الوزراء عنده ليس بالضرورة مجلس الوزراء قرار سليم صحيح، لو مجلس الوزراء شغله صحيح كان مو هذا حالنا بالبلد، وفي المقابل ايضا مجلس الامه صحيح ليس بالضروره ان يكون صحيح، ماكو يعني. شك. لذلك يفترض اكو مختصين يحددون ما هي الظواهر اللي احنا نبي نعززها او الظواهر اللي احنا نبي نحاربها ونمنعها. يعني انا احدد برايي الشخصي، الشارع يحددها لي،
أكيد المختصين إذا استعانوا بالمختصين بهذه اللجان هل ستتفق مع هذا الموضوع؟ ماكو شك، أنا أصر على قضية الاختصاص في هالمسألة. يعني اليوم كما ذكرت تبي أنت مساعة قلت قضية التليفون الموبايل، الموبايل مفتوح بالإنترنت على العالم كله، تقول حق ولدك تعطيه موبايل شو تقول له؟ تقول له لا تسمع كلام بذيء، لا تشوف شيء مو زين، عدل؟ تعطي التليفون ما حد هو يروح ورا شيء، الشيء يجي له. اليوم اكو ما يسمى بالبوش تكنولوجي، اليوم التكنولوجيا عندنا ما عاد الواحد يروح خلف المعلومه، المعلومه تجي توصل، المعلومه توصل له، توصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او اي تطبيق مختلفة. اخر انفجار معلومات يجيك، هذا كله يجيك. الحين شلون انا ابي اضمن ان ولدي لن يتاثر؟ هي بالرقابه هذا ما في ضرر، انا معك مو رقابه، انا قصدي بالتعزيز، اعطي قيم اصيله اعززها. قبل اخذ هذا الفاصل ابو عبد الله، انت ترى بان الخلاف القائم على هذه اللجنه بسبب ان هذه اللجنه يجب ان يغير مسماها، ام هو الخلاف على وجود الاعضاء اللي فيها؟ من استشفاء الشخصي انا لست انا الاعضاء ان شاء الله كلهم يعني نحترمهم ونقدرهم، انا اعتقد انا شخصيا انا مع مفهوم اللجنه من الاساس، وما أطالع الأشخاص، أنا أطالع الفكرة وأطالع الموديل والنموذج اللي قدامي، لست معنيا بمنه داخل منه برا. إذا استعانوا اللجنة بمختصين من الخارج لدعم طيب هذا الموضوع، نتمنى وأنا أحثهم أن يسوون هذا الأمر، أحثهم يسوون هذا الأمر. بعد الفاصل إن شاء الله سيكون الحوار مع أبو مساعد الدكتور وليد الطبطبائي حول النواب اللي عارضوا إقامة هذه اللجنة وشاركوا بهذه اللجنة، يترى شو الهدف وشو الموضوع بعد الفاصل. دكتور وليد، برأيك يعني لماذا اعترض على هذه اللجنة النائب خالد الشطي والنائب صفاء الهاشم، ومن ثم رشحوا أنفسهم بلجنة الظواهر السلبية؟ يعني ما عرفت تحديد السبب، لكن أتوقع أن يمكن يعني بالهم أن اللجنة هذه راح تضر يمكن أو شيء حسب كلامهم، يعني ولا دليلنا ما اعترضوا عليها، ومشاركتهم معناها أن يعني يبون يحدون من تعديل مسار لجنة الظواهر السلبية، تعديل مسارها بحسب ما يرون هنا أن اللجنة راح، هم يقولون أن اللجنة راح تقيد الحريات، يعني كلامهم. والصحيح؟ لا طبعا كلام غير صحيح، وراح يكتشفون وجودهم، احنا مو مستائين من وجودهم، بالعكس حياهم الله، وراح راح يشاركون فعالية، لأن راح نعالج قضايا يعني الكل متفق عليها والكل متضرر فيها، وكل بيت في الكويت يعني راح يشكر في دور اللجنة إذا قامت دورها بشكل صحيح، لكن للحين احنا متعثرين بسبب التعطيل والإجراءات. طيب راح أخذ هذا الموضوع تحديدا وأنقله إلى مباشرة إلى الدكتور جمعان الحربش عبر الاتصال الهاتفي. دكتور جمعان، أنتم متهمون من قبل المتابعين، يعني البعض يقول أن هذه اللجنة موجودة ومتخوفين من هذه اللجنة لأن هي ستقيد حريات الشعب الكويتي، لذلك السؤال يطرح نفسه، ما هي أولويات هذه اللجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على رسول الله. في البداية رحب فيك أخي الكريم، ورحب بضيوفك الأخوة الكرام اللي معاك في الاستديو، وأقول أن اللجنة هذه لجنة مهمة، وحصلت على موافقات المجالس المتتالية منذ أول مرة طرحت فيها. هذا جانب. الجانب الثاني، قد يغفل البعض عن حقيقة أن القضايا التي تعالجها اللجنة لا تستبد اللجنة باختيارها، وإنما ترسلها لمجلس الأمة وتحصل على تفويض بعد ذلك من مجلس الأمة. نعم. القضية ما هي قضية أن مجموعة من الأشخاص يأخذون تفويض في لجنة وبعدين يضعون أجندتهم. النقطة الثالثة والمهمة اللي احنا قاعدين نراعيها، يمكن الأخ الفاضل بمساعد مؤسسين هذه اللجنة وعند مجموعة من القضايا التي أثيرت سابقا، إحنا عادة نذهب إلى القضايا المجتمعية المجمع عليها، مثلا يعني مثلا أنا أعتقد التفكك الأسري الموجود والخطير، والكويت بلغت فيه مرحلة يعني كبيرة جدا، وأنا أعتقد حتى تحتاج إلى بعض التعديلات التشريعية التي تتناول قضية الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة. القضايا الأخرى مثل قضية، احنا كنا في زيارة للسجن المركزي واكتشفنا أشياء مهولة من استشراء المخدرات، بحيث أن بعض الناس يدخل في قضية يقضي فيها سنة ويقعد في السجن 20 سنة لأن أدمن في السجن ونال أحكام في السجن. إذن هذه من ضمن الظواهر السلبية ولا من ضمن اختصاصات جهات أخرى بالدولة يعني هي تقوم بدورها؟
هو الحقيقة قضية المخدرات وتوابع اللي انتشرت في الفترة الأخيرة مثل الشبو وغيره. نعم. أعتقد هذه ظاهرة تحتاج إلى لجنة مثل الظواهر السلبية لتعالجها. طبعا احنا كلجنة الظواهر السلبية نستضيف كثير من الجهات. إذا لجنة الظواهر السلبية ليس من أولوياتها، أنا آسف على المقاطعة دكتور جمعان، ولكن حتى الوقت يعني ليس من أولوياتها شجرة الكريسماس أو ارتداء زي السباحة للمرأة أو مثل ما قال يعني بعض النواب الجزماء، أو تحديدا مثل ما قال النائب صفاء الهاشم. طبعا المخالفات الشرعية الصارخة، احنا في النهاية مجتمع مسلم يعني تبقى الأخت صفاء الهاشم لها رأي وإحنا لنا آراء، لكن المخالفات الشرعية الصارخة اللي يستنكرها المجتمع الكويتي كله، نعم، أيضا هذه ظاهرة سلبية إذا استشرت. بس إحنا ما نبي نروح القضية ما هي منتشرة ولا هي مستشرة ونجعلها قضية، ولكن يعني هذا يعني الدستور يعني يكفل الحريات والأديان وغيره، ومن هذا المنطلق حريات الناس. صحيح. يعني كيف لجنة ستأتي مخالفة للدستور؟ الدستور يكفل الحريات ويكفل طبعا وينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وينص على أن أيضا رعاية الآداب العامة والثقافة العامة والتماسك الأسرة، هذه كلها قضية مترابطة، إحنا الآن لا نركز على جانب ونترك جانب. أنا متأكد ختام دكتور جمعان شو تقول بهذا الموضوع؟ المظاهر الصارخة الكل يقف ضدها، سواء كان إسلامي ولا يعني ليبرالي ولا سني ولا شيعي. ترى بالتأكيد ترى إحنا ما إحنا رايحين القضايا تثير فتنة طائفية، هذه قضية متفق عليها بإذن الله. هل هناك تخوف من هذه اللجنة أنا ممكن تثير مثل هذه القضايا؟ أنت ترى وتستشف يعني هذا الموضوع؟ لا، البعض يحاول يؤلف على البعض يحاول، وهذه كل ما تقدم هذه اللجنة تظهر ببعض هذه المقولات، لكن أنا أعتقد في النهاية مجالس الأمة في الغالب كل ما تعرض هذه اللجنة يقرها مجلس الأمة. نعم، شكرا جزيلا دكتور جمعان الحربش نائب مجلس الأمة، وأيضا كنا نتمنى قبول الدعوة من قبل النائب صفاء الهاشم، ولكن رفضت أنها تدخل معنا في مداخلة هاتفية النائب صفاء الهاشم حتى نقدم هذا الموضوع بشفافية وموضوعية مثل ما طرحنا بالبداية وتواصلنا معها، ولكن هي رفضت أنها تدخل معنا في هذا الموضوع. أبو عبد الله ذكر دكتور جمعان الحربش وقال بأن هذه اللجنة يبدو هناك البعض يرى بأن يؤلب هذا الموضوع، ولكن نحن بعيدين كل البعد عن هذا الجانب. إحنا مو في تقييد الحريات، إحنا في هدف تصحيح بعض المسارات والظواهر السلبية اللي موجودة. ضرب أمثلة السجن المركزي، ما السجن المركزي، تفكك الأسري، محكمة الأسرة. تعليقك وردك. أحيي النائب الفاضل الدكتور جمعان الحربش. أنا أعتقد إذا كانت هذه القضايا هي التي ستبرز أو هي التي سيتم تسليط الضوء عليها، أعتقد ما يمنع، بالعكس شيء طيب، ولو أن جزء منها الجانب المخدرات وغيره يتحمل مسؤوليتها أيضا لجنة حقوق الإنسان اللي احنا فيها بالمناسبة، وأيضا لجنة الداخل والدفاع مسؤول عن هذا الأمر، لكن يظل إذا بنناقشها من الجانب الاجتماعي والضرر الاجتماعي على المجتمع وغيره هذا شيء طيب. الآن مسألة أن نائبين يكونون من خارج اللي هم رفضوا وبعدين بيدشون، السؤال مو دشوا وهم ويدشون إيه، لا السؤال مو أن احنا نقول ليش دشوا، السؤال يقول ليش ما يدشون، شو المانع؟ هذا واحد. رقم اثنين وقولي ليش دشوا، بالعكس دشتهم زينة، دشتهم زينة، التنوع في اللجنة وايد زين. لما يصير هذا التنوع، التنوع الفكري لما نتكلم عنه اليوم، دكتور وليد عنده رأي وفكر، وهناك النائب صفاء الهاشم عنده رأي وفكر، خالد شطي عنده رأي وفكر، وبعدين اكو وجود الدكتور جمعان، واعتقد دكتور خليل، يعني نتفق معاك التنوع مطلوب في كل شيء واضافه هو، لكن من الملاحظ من الناس ان الناس هذه وقفت وعارضت ويبدو انها تعرقل اقامه هذه اللجنه، وبنفس الوقت انا بصير عضو فيها، يعني هذا تناقض، شلون تقنع الناس؟ أبداً. اليوم اكو لائحه مره ثانيه، ما يحدد سلوكنا مو بكيفنا، اكو لائحه. انا استطيع ان اقول لا اوافق على هذه اللجنه، انا غير موافق، بعدين لما تتشكل لجنه انا اريد ان اكون داخل اللجنه لاضمن ان اكو راي موجود، راي اقليه موجود داخل اللجنه على سبيل المثال، ها ابي اضمن يعني ما اللجنه فيها خمسه، اللجنه فيها خمسه، ثلاثه من توجه متقارب واثنين من توجه مختلف تماما، وجود الاثنين زين، ما يمنع، شو اللي يمنع وجود الاثنين؟ يعطي راي اخر، ما هناك 49 نائب، يعني ممكن اي نائبين غير ممكن اي نائب يدخل ممكن، لكن اللي بغى يدش الاخوان والاخت صفاء دشوا، شو المانع؟ مو القصد ليش دشوا، القصد شو المانع؟ هل ترى انهم قاعد يعرقلون الموضوع؟ لا انا ما اعتقد في عرقله، ما في عرقله، لا اعتقد في عرقله. بعدين مره ثانيه
يفترض من خلال مكتب المجلس والأخ معالي رئيس مجلس الأمة يتم الاجتماع الأولي، يتحدد رئيس اللجنة ومقرر اللجنة وتبدأ اللجنة في عملها. وكما ذكر الدكتور جمعان أساسا اللجنة لا أحيانا لا تستطيع أن تقود في أي شيء إلا ما هو محال لها من المجلس، ولن تستطيع اللجنة أن تقر شيء نهائي على المجتمع إلا بموافقة المجلس. وفي نهاية اليوم التوصيات تخرج وتعرض على المجلس يتم التصويت عليها. هل نحن بحاجة إلى تشريعات؟ هذا بعد شيء مهم. هل هناك قصور تشريعي؟ هذا من مسؤولية اللجنة ينظرون في هذه الأمور. بمساعد، هل ترى بأن فعلا هناك عرقلة حقيقية لإقامة هذه اللجنة والقيام بدورها؟ وما هي إنجازات هذه اللجنة، لجنة الظواهر السلبية؟ شنو قدمت للمجتمع الكويتي؟ احنا طبعا مثل ما تفضل دكتور خليل ما اعترضنا. انا اذكر بالجلسة حتى واحد من المعترضين قلت له تفضل انزل، تفضل شوف، راح تكتشف ان اللجنة مهمة. بالعكس يعني مثل ما قلت لك انا يعني اللجنة انا صاحب اقتراحها يعني اعتقد من قبل 10 سنين، لكن هي 2008 موجودة اللجنة. اي 2008 من 10 سنين انا صاحب الاقتراح، وقلت لك بناء على خبرة في المجلس ان في حاجة لهذا النوع من اللجان. هذا وضحته. هل هناك عرقلة هل ترى بان هناك فعلا وجود عرقلة تحت الطاولة خلينا نقول لإقامة هذه اللجنة واستمرارها؟ يمكن يكون موجود، وهذا عمل سياسي قد يحصل، لكن انا اقول لك اللجنة مهمة وراح تعالج قضايا ان شاء الله. طيب شو اللي عالجته من 10 سنوات؟ يعني من 2008 اليوم نقول 8 سنوات، يعني موضوع المخدرات يمكن ما حطيته كلام الوزير مساء. موضوع المخدرات هذا فعلا انا اذكر حتى قبل قيام هاللجنه كان عندنا لجنه، واعتقد انا يمكن مقترحها وصارت، التحقيق في ظاهره تفشي المخدرات. لجنه روحها، بس يعني مثل ما يقولوا مو بس بالمجتمع هاي الظاهره السلبيه، لذلك فكره توسيع ما زالت تتفشى ابو مساعد. يعني قاعد نشوف احصائيات كبيره يوم طيب يوم. انا اعلمك ليش يعني سويتوا انتم باللجنه؟ شو استفدنا على ارض الواقع؟ شنو شرعتوا شيء منع من انتشار هذه الظواهر السلبيه؟ ميخال الجنس الثالث نتكلم عنهم، التحول الجنسي بين الرجل والمرأة والمرأة والرجل، نتكلم على التصرفات اللي تصير في بعض المقاهي، نتحدث عن تفشي المخدرات. شنو سويت؟ إيه لازم المجلس يبذل جهده بالموضوع، ما يصير اقول لك والله سويت واسك. انا ما اسوي لجنه حتى المال العام في سرقات، ما نسوي لجنه حمايه المال العام، حقوق الانسان منتهكه، ما نسوي لجنه حقوق الانسان. لا، لازم نسوي لجان تصير فعاله وتشتغل عدل. يمكن تعثر كثره الحل اللي قاعد يصير عرقل وايد امور تعطل، واحنا ما شاركنا المجلس اللي فات واللي قبله. الحاصل احنا انت تسالني تقول شنو انجازات اللجنه؟ لا وايد انجازات. انجازات حتى موضوع المخدرات، موضوع الاخصائيين الاجتماعيين، انا يعني ناقشنا المعاكسات في المنتشره في الكويت عن بد مناطق العالم، حتى في اوروبا ما في معاكسات مثل الكويت. يعني تعدي على الحرمات، البنات ما ياخذوا راحتهم في الاسواق، يعني ما في انضباطيه. موضوع حتى موضوع التشبه هذا اقترحنا قانون اقترحت قانون ما كان. موضوع المخدرات انا اعلمك موضوع المخدرات، بس اسمح لي بس بعجاله، انا الوقت جدا عندي سؤال حق ابو عبد الله. عشان يتعالج لازم انت تجيب 3 جهات، مثلث هو الجمارك اللي راح نناقشه، المنافذ كيف تدخل، الداخلية كيف تصيد، المجتمع كيف يوعي. فلازم نجمعهم مع بعض، وهذا دور اللجنة. جميل جميل. أنا يعني 50 ثانية معاي، إذا عندك تعليق بأقل من 50 ثانية أبو عبد الله. يعني كل ما طرحوا يبدو أنكم متفقين معه، إذا ليش الاعتراض؟ نسبيا ماكو اعتراض، ما حد اعترض، لكن يظل مرة ثانية أنا أؤكد التالي. وجود النائبين صفاء وخالد شطي إضافة للجنة، مش منقصة للجنة ولا هو عقل للجنة. يجب أن تجتمع هذه اللجنة، ومرة ثانية قلت المختصين من يحدد ما هي الظواهر. حدد ظاهرة بأن ترشيح الأخوان اللي كانوا يمنعون الصوت الواحد هو ظاهرة سلبية. لا هذا كان رد، أكو كلام سياسي كما ذكر، أكو هو كلام سياسي، أكو كلمة تنقال هني كلمة تنقال هناك. لكن يظل من يحدد ما هي ظاهرة وما هي غير ظاهرة وما هو سلبي وما هو سلبي. 10 ثواني عندي أبو مساعد. أقول لك لأول مرة يدعى الأخصائيين الاجتماعيين للمجلس، دعيناهم واكتشفنا شنو المشاكل عندهم. اولا يعني مدارس البنين ما في اخصائيين كويتيين. ايضا الظواهر اللي عندهم مثل بويات، مثل قضايا جدا مهمه، ما اعتقد ان احد يختلف، الكل يدعمكم من بهذا الموضوع. من اللي حركها ودعمهم غير اللجنه يعني؟ بارك الله فيكم، واعتقد ان كل المجتمع الكويتي وايضا زملائكم في مجلس الامه يتفق على هذه الظواهر السلبيه. يبدو انه ما في خلاف من الاصل في هذا الموضوع، وهي تراشقات سياسيه مثل ما ذكر او وضح ابو عبد الله في هذا الجانب. كل الشكر للضيوف الكرام، دكتور ابو مساعد، شكرا جزيلا، دكتور وليد الطبطبائي نائب مجلس الامه، والشكر موصول لك ابو عبد الله. دكتور خليل ابو، شكرا جزيلا لك.
كل شكر ضيوف الكرام والشكر موصول لكم انتم مشاهدينا. كنت معاكم راشد حسن، تصبحون على أمن وأمان وصحب الأبدان. إلى اللقاء.